الضيف هو فسر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسألني كثير من الناس عن الفرق بالشعور ما بين مكة والمدينة. الله سبحانه وتعالى يتجلى في مكة بالعظمة والهيبة والإجلال، إنما في المدينة هو نفسه الله سبحانه وتعالى يتجلى بالجمال، والناس تهوى الجمال. الله استهوى الجمال وتميل إلى الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. هذا الفرق في الشعور ما بين الهيبة في مكة والإجلال بعظمة الله سبحانه وتعالى، وهو نفسه يتجلى في المدينة بالجمال. وكما قلت الناس بسم الله الرحمن الرحيم. تكريما للشخصية أرجو من متابعيني دخول صفحتي في إنستغرام وكتابة اسم الشخصية.